توقعات ببلوغ اتفاق لوقف النار بحلول منتصف الليل في ظل حراك دبلوماسي ناشط في المنطقة. التفاصيل مع الزميل مجدي الحلبي مباشرة من القدس. مجدي أهلا بك. يعني تم الإعلان عن توقيع اتفاق الليلة في القاهرة وهدنة تبدأ منتصف الليل، هل تمت الموافقة عليه؟ هناك الحديث الآن عن هدنة أو عن اتفاق بين الجانبين، ولكن الإعلان عن هذا الاتفاق سيكون بعد ساعات في القاهرة ويدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ليلا أو ربما بعد ذلك أو صباح الغد، ثم بعد 48 ساعة من هذا من الهدوء المتوقع يتم توقيع اتفاق يشمل عدة بنود بين الجانبين، وتكون مصر تركيا وقطر من جهة تضمن حماس، أما الولايات المتحدة فهي تضمن إسرائيل. هذا على الأقل ما حصلت عليه من معلومات من مصادر مطلعة جدا في القاهرة. نعم مجدي، طب هل لديك معلومات عن بنود هذا الاتفاق؟ ما هي هذه البنود وهل تم الاتفاق على جميعها؟ بنود هذا الاتفاق مختلفة وكثيرة. بعض البنود تم الاتفاق عليها وهي نهائية، مثلا إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة داخل الأراضي الغزوية بمقدار كيلومتر واحد، لا يتواجد فيها مسلحين فلسطينيين بتاتا، حماس وافقت على ذلك بضغط مصري مكثف. اتفاق أيضا على رفع الحصار البري، أي المعابر الإسرائيلية تفتح للفلسطينيين في قطاع غزة لإدخال بضائع وأيضا لتنقل الناس عبر معبر إيدريز، ولكن يتم ذلك تدريجيا خلال فترات الهدوء وعندما يتأكد الجانب الإسرائيلي أن الهدوء سيكون لفترة أطول. من جهة أخرى هناك حديث أيضا عن الحصار البري البحري الذي رفضت إسرائيل الحديث فيه في هذه المرحلة، ربما الخوض فيه سيكون في مرحلة أخرى. هناك أيضا حديث عن وقف استهداف الناشطين الفلسطينيين والسياسيين الفلسطينيين، إسرائيل رفضت ذلك، بالمقابل حماس رفضت عدم استهداف الجيش الإسرائيلي. إذن هذه هي النقاط التي تحدثوا عليها واتفقوا على بعضها، وعلى ما يبدو الإعلان سيتم بعد ساعتين أو ثلاثة في القاهرة ولـ 48 ساعة. بعد 48 ساعة ربما سيتم الاتفاق والتوقيع. أما بالنسبة للعملية البرية فقد ألغيت، ووزير الخارجية الإسرائيلي قال لا طعم لمثل هذه العملية. الزميل مجدي الحلبي شكرا جزيلا لك.